وسهلا اصدقائي كيف ما وعدتكم آه اليوم عندي كبسولة على آه تشغيل آه اليد العاملة آه من الخارج من خارج مانيتوبا آه بدون يعني ل... عندكم عقد عمل وهذه مزيانه بزاف لانه كيعتمد على ثلاثه آه ثلاثه دل... او اربعه الحوايج يا يعني اما يكون عندك شي صديق او قريب هنا يعني عايش في مانيتوبا باش يدعم هذاك الطلب او تكون أو من قبل درستي او اشتغلتي هنا في مانيتوبا وهذا حتى هو كيدعمك يعني مثلا جيتي درتي بينفولا او لا اشتغلتي بعقد عمل تومبوغير ومن بعد رجعتي البلد ديالك او درستي هنا في مانيتوبا من بعد رجعتي البلد ديالك الاصلي فهما كيطلبوا هاد الاشياء يعني باش يجيبوا الناس من خارج مانيتوبا يعني ماشي الناس اللي عايشين في كندا يعني خصك تكون نتا عايش برا كندا باش يمكن لك وعندك الحق تنخرط في هذا البرنامج وهذا البرنامج كيعتمد على واحد الانفيتاسيون يعني واحد الدعوه انت غادي تدخل يعني البرنامج وتكتب باش توصل هذيك الدعوه وبواحد يعني حساب النقاط وهذوك النقاط يعني ساهلين باش تجمعهم ومن بعد ذلك كتخول لك باش انك تجي تهاجر المانيتوبا المانيتوبا يعني هذا برامج تقريبية و مناطق تقريفية شماليه باش يجيبوا الناس ويعمروا هذيك المناطق لانها مناطق قليله السكان وبطبيعه الحال باغين يديروا فيها تنمية اقتصادية فهذه فرصة وهذا برنامج مزيان فقبل ما نكملوا الفيديو كنطلب منكم أنكم تشاركوا في القناة ديالي تحطوا كومنت شير سبسكرايب وبطبيعة الحال آه توصلوا هذه الفيديوهات لاصدقائكم باش هما يستافدوا الا كان عندهم نيه آه المجيء الى كندا او الهجره لكندا فكنتمنى الجميع التوفيق وبطبيعه الحال غتكون سلسله آه غندير ديال الفيديوهات على طرق باش الانسان يجي يهاجر لكندا آه في هذه المناطق الشماليه والمناطق الريفيه اللي فيها بطبيعه الحال واحد شويه ديال المطالب الخفيفه ماشي صعيبه وبطبيعه الحال كنت لكم التوفيق يلا كملوا معي الفيديو كيف ما وعدتكم هذا بروغرام قلت لكم المناطق الشماليه في كندا فهاد البروغرام ما كيحتاج انك تكون عندك يعني عقد عمل لانه هادو دي بروفانس داروا بروغرام ديالهم اللي كيخول لهم انهم يجيبوا مهاجرين لانهم باغيين هذيك المنطقه يعمروها بالسكان ولاني كاين بزاف الطرق باش تجي لهاد المناطق فهاد المناطق البروغرام سميتو مانيتوبا بروفينشال نوميني البروغرام هاد البروغرام ديال ال يعني التوظيف الناس في هاد لا بروفانس و هاد الناس كيكونوا عندهم دي كاليفيكاسيون يعني عندهم قدرات ديال الشغل كتطلبها هاد المنطقه مانيتوبا وباغا تجلبهم وحنا هنا الى غريتو هذا الشيء لأنه باش ما نطولش في الفيديو آه, تقراو هاد المعلومات هذا هو اسم البروغرام ديال اللي آه, كيطلبوا عمال او يد عامله في الاقليم مانيتوبا آه, باش يجيو اللي عندهم يعني شهادات او عندهم خبره او عندهم شي حد من العائله ولا عندهم يعني فكره أنه باغيين يجيو يستقروا هنايا باش يساهموا في الاقتصاد تطور الاقتصاد ديال منطقة مانيتوبا ويوليو ريزيدون يعني مهاجر دائم هنايا إذا هنايا هاد المنطقة هذا ديال اللي ترافايور كاليفي أنهم هاد الناس اللي عندهم كفاءات وباغيين يهاجروا المانيتوبا فهنايا كتشوفوا بزاف يعني المعلومات معلومات اللي كتعطيهم لكم هاد اللائحة اللي قدامنا وهنا احنا اللي كيهمنا هما هادو الناس اللي عندهم خبرات واللي يمكن يجوا المانيطوبا وبطبيعة الحال كيعطوك جميع المعلومات لانه هدفي كيف قلت لكم يا اما شي يعني واحد عنده صله قرابه مع شي حد هنا في مانيتوبا او النقط او الزواج او 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 او, أو ف وهنايا راه يمكن لكم تشوفوا هنايا أه المعلومات اللي كتهمكم على حسب نتوما واش انت طالب او لا أه انت أه انسان عندك شغل عندك عمل وباغي تلتحق بهذه المنطقه مانيتوبا وبطبيعه الحال الناس المهاجرين اللي كيكونوا جايين باش ي... عندهم اموال وباغين يساهموا هنايا فكل ح... واحد على حسب اشنو هو ال... ال... يعني القدرات ديالو فهنايا غادي نجيو باش نشوفوا آ... الناس اللي باغين يدخلوا المانيتوبا ويشتغلوا فيها وبطبيعة الحال حنا اللي كيهمنا هادو اللي جايين من برا مانيتوبا غادي نشوفوا اشنو تيقولوا لينا فهادو هنايا تيقول لك ووركين مانيتوبا هنايا بطبيعه الحال راه الموقع بالفرنسي وبالانجليزيه فأم كلكم لكم نتوما تطالعوا عليه بالفرنسيه والانجليزيه يعني سهل آه كيف تندير انايا ها غادي يكون بالفرنسيه بغيتو بالانجليزيه يعني راه فيكم تحطوه بالانجليزيه وفيكم كذلك انكم تديروه بالعربيه يعني لانه هنا فاش كت تبغي تدير آه يعني الشيء آه الصفحات باللغه اللي بغيتي راه غير بالرايت ماوس ونكليك تمشي دير ترانسليشن بيجز اللي انت حاب تطلع فيهم فهنا كيقول لك باش تشوف واش انت مقبول ولا لا ولكن هنايا كيعطيوك اشنا هما المراحل هنا كتدير واحد الطلب كتدلي به وستيب او المرحله الثانيه انه باش كتكون عندك واحد لاتاب اللي كتدخل الموقع وكتتحط الابليكيشن فورم تمليها وتدلي بالمعلومات اللي مطلوبين لك وهنايا لتاب 3 أنه كتكون واحد التقييم داك الملف ديالك وهذا الشيء كلهم لي إتاب أن أو دو لي ستيب وان ستيب تو اللي أنت دليتي بهم فهما غادي يشوفوا أنت آه واش يعني كتوفر فيك الشروط وغادي يتصلوا بك بطبيعة الحال كاينين بعد الشروطات اللي هنايا هما تطلبوا أنه وحدة من هاد الأشياء تكون توفر فيك يا يعني إما عندك هنايا شي أصدقاء أو عائلة هنا في مانيتوبا اللي هما غادي يكونوا كوم ريفيرونس باش أنك تجي هاجر هنا في مانيتوبا أو لا أنت فتي درستي سبق لك درستي هنا في مانيتوبا او لا اشتغلتي في مانيتوبا فمثلا شي واحد كان جا عمل تطوعي في مانيتوبا هذا تحسب ليه شي واحد جا دار دراسه او دار بيرفورمانس آه في شي حاجه هنايا آه فهذه تاي غتحسب ليه او لا آه هنايا كيقول لك الانفيتاسيون آه انت تاخذها من هذا الموقع بيان سور وهذه اللي انتم الا ما عندكمش اصدقاء وعائله أو, او لا عمركم ما هنا او لا عمركم مش شغلتوا هنا ما اشتغلتوا هنايا فانتم غتعتمدوا على هذا يعني النقطه الثالثه فهنا فاش تمشي تاخد تبغي تاخد هذيك لانفيتاسيون بطبيعه الحال هنايا راه غادي تمشي تدخل لو فولي ديالهم هنا غادير كونيكسيون خصك تدخل اه... تكريي اكونت هنايا وغتدخل وغتتبع هذوك المراحل داكشي اللي غادي يطلبوا منك هنا غادي نرجعوا باش تشوف المعلومات هما اللي طالبينها انه تيقول تشوف واش انت عندك الحق باش تجي لهنا او لا لا ف وهذا الناس بطبيعه الحال اللي جايين من برا ديال كندا يعني احنا دائما كنشوفوا وهنايا باش الانفيتاسيون <سؤال> ا بوستولي بطبيعه الحال وكاين هنايا السيستم يعني طريقه التنقيط هذه الطريقه التنقيط يمكن لينا نشوفوها هذا دابا لانه باش كتشوف انت واش مؤهل انك تجي او لا اذا في خصك انت تشوف هاد النقط اللي هما طارحينها اي مثلا اللغه اشنو يعني الدرجه ديالك من اللغه هما التنقيط هنايا الا كنتي ان سي ال سي واكثر عندك عشرين نقطه حنا اضعف الايمان اللي عنده مثلا ان سي ال سي بيت. 3 أه ولا 4 ولا 5 هما هنا عندهم 5 أه نقاط السن على حسب هنا السن كتاخد أعلى نقطة إلى عندك ما بين 21 سنة و 45 سنة كتاخد 10 نقاط يعني هذاك أه هاد السن كيعطيك بزاف نقاط طبعا الحال 46 سنة كيعطيك 8 نقاط وانت طالع الا كان عندك خمسين سنه في ما فوق فما كيعطيكش نقاط المهم هما كتبع وكتجمع النقاط هنايا لانهم النقاط اللي هما كيطلبوهم خاصك غادي تحط داك الشيء في اللي غادي تكملو من بعد هنايا شفنا السن من بعد كيقولك كي الخبرة العمل فانت إلا عندك قل من سنه بطبيعه الحال ما عندك والو إلا عندك سنه هنايا فعندك ثمانية نقاط، عندك سنتين عندك عشرة نقاط ثلاث سنوات وما فوق قد ما كانت عندك خبرة كثيرة فكتجمع بزاف النقاط هنا عندك التعليم التعليم طبيعة الحال غادي يشوفوا معاك اشنو هما البروغرام اللي عندك هنا سرتيفيكا دي شونج انا هنا يمني كيكون عندك مثلا احنا في المغرب عندك باكالوريا او لا على حساب فكتشوف ليكيفالونس في السيستم عند ال يمكن على ما أظن بكالوريا المغرب هي ذاك دبلوم ديتيد كوليجيال موان هنا في كندا لأنه آه عندنا حنا نقص عام عندنا بارابور ليهم. فهما حيت علاش كاينين دي بروفانس الباكالوريا مثلا هنايا خصك غير كتكمل لي سكوندير كتمشي للجامعه هنا البروفانس دو كيبيك لا كتكمل السكوندير وكدير عامين هو داك الدبلوم دي, دي, دي كوليجيال عاد تقدر تمشي للجامعه يعني زيد لك وحده بحال يمكن لي زاني بريباراتوار في المغرب او السنوات التحضيريه من قبل ما تمشي للجامعه فهنايا كيعطوك تنقيت هنا ديال بوست سكوندير و دو هنا بوست سكوندير ديال عام وهنايا بوست سكوندير موان دو يعني على حسب انت فاش كملتي السكوندير ومشيتي للجامعه شحال درستي من سنه في الجامعه سنه سنتين ثلاثه سنين وليني تكون شاد ناجح في هذوك السنوات اللي تقريتيهم قريتيهم يعني عندك سيرتيفيكيت ديالهم هنا بطبيعة الحال عندهم بزاف التنقيات الى عندك شي حد هنايا اه في كندا بطبيعة الحال كتعرف عندك شي بخوش بارون هنا في كندا راه كيخولك تاخد عشرين نقطة اما الى خديتي ديك لانفيتاسيون دو ريكروتمون ولا جيتي زيارة او شي حاجة راه عندك عشرين نقطة اه هنايا الى اه كنتي خدام في كندا شحال هادي ولا عندك اكسبيرينس في الخدمه في مانيتوبا تقريبا ست شهور كنتي جيتي بعقد عمل او لعمل تطوعي هنايا كنت درستي في كندا في مانيتوبا ولا عندك شي واحد امي ولا شي واحد جاي المهم بقى لك عندك اتصال بي وبغي رسالة بأنه هو كيأكد بأنك راه القارب دياله أو صديق دياله وراه حتى غادي يقدر يجيب لك عشرة نقاط يعني هذا البروغرام سهل بزاف هنا تيقول لك شكون اللي ما يقدرش نخارط في هذا البرنامج ديال ليميغراسيون ديال مانيتوبا ديال الكفاءات فهما الناس اللي كانوا طالبين اللجوء السياسي ولا دابا حاطين على اللجوء السياسي شي واحد هنايا اللي أه، مثلا عايش ما في كندا يعني ما عادش يعني يتقبل لانه ديجا هو هنا سوغ لانه هذا البروغرام ناس اوفر يعني ناس من خارج كندا يعني خصك تكون برا كندا خارج كندا وتنخرط في هذا البروغرام باش تجي لهنا لكندا المهم كاين عندك صديق هنا في كندا يقدر غادي يجيب لك نقاط عندك شي واحد من عائلة عايش في كندا في مانيتوبا بالضبط عفوا في مانيتوبا غادي يجيب لك نقاط كنتي جيتي لهنا قبل درتي مثلا بينيفولا ولا خدمتي هنا في مانيتوبا غادي يجيب لك حتى هو نقاط وزيد وزيد راه هما المعلومات كلهم هضرت لكم عليها ولا اني ما يقدرش يجي شي واحد طالب اللجوء السياسي او لاجئ سياسي هنايا ما غاديش يقدر يمشي لمانيتوبا آه شي واحد عايش هنايا هنا في مانيتوبا ما غاديش في كندا ما غاديش يقدر آه هادو هذوك العمال اللي كيجيو كي غير يعني مؤقتين كيشتغلوا كي هنايا ولا ساكن في شي بلاصه من غير مانيتوبا ما يقدرش ينخرط في هذا البرنامج اللي آه عنده الزوج او الزوجه ديالو ولا يعني هنايا كنديان ولا ريزيدون بيرمانون ما يقدرش ينخرط في هذا البرنامج والناس اللي كانوا ديجا ترفضوا في هذا البرنامج يعني في ستة شهور ما اذا ما غاديش يقدروا ينخرطوا يعني خصك تفوت ديك 6 شهور ولا الناس اللي حاطين طلب الهجرة آه، وهما كيتسناو فيه حتى هما ما يقدروش آه، آه، يعني ينخرطوا في هذا البرنامج ولكن الناس اللي طالبين ديك لونتري اكسبريس هذوك ماشي آه، يعني ما علاقة لهم بدومان دي ميكراسيون. فهنايا فهنا هادو الناس اللي ما غاديش يتقبلوا وهنا عندك راه النقاط خصك دير التنقيط وبطبيعة الحال غادي نرجعوا على لانه هناك كي السيستم دو بوا يعني قاعده التنقيط باش تعرف راسك اشنو اه اشنو مطلوب من منك هنايا لانفيتاسيون هذه هي المهمه لانه أنت لم عندك حتى شي حد هنا وما عند ما عمرك ما خدمتي هنا ما عمرك ما قريتي هنا فانت غتمشي في هذا السيستم دونك هنايا كيقول كي لك الا بغيتي دير لانفيتاسيون ها هما آه ال الوثائق المطلوبة بطبيعة الحال خصك أنك تدير واحد الرسالة اللي غادي تلقاها من هنا من هاد الجهة ومن بعد بطبيعة الحال هما غادي يكونوا ديجا معك معاك لقاء وبطبيعه الحال هنايا هما راه المعلومات لانه عندهم علاقات مع مشغلين في مانيتوبا وبطبيعه الحال دائما باش تلقى كل العروضات ومعلومات باش تكون عارف هنايا فيزيت اكس اكسبلوراتوار بطبيعه الحال هادو عاطين لهم تواريخ محدده دونك هنايا باش الانسان يدير واحد لانتيغي بانه اهتمام رساله اهتمام باش يجي يدير واحد الرحله استكشافيه المانيتوبا ها هو مره لك راه صفحات باش تتبع القانون والطرق باش تكون يعني مقبول المهم هنا كيعطيك كل معلومات انك إذا بغيتي تشارك في هاد الرحلات او هاد الـ يعني ليميسيون اللي غادي تنخرط فيهم راهو ما كيعطيو كل شيء خصك اول شيء هو السن ديالك وخصك انك هنايا هاد الجهه أه أه تكتب لهم بانه ما عندك حتى شي علاقه بأنا مع الجهات الثانية آه المهم بطبيعة آه الحال كتقول لهم بأنه انت راه عجبك المنطقة وبغيت دير كذا وبغيت يمكن آه أنه اللغة تطور منها تكتشف مهارات ثانية تساهم بالمهارات الخبرة ديالك المهم هنايا راه كي يقولك لك حتى على داك الدبلومات الشواهد اللي شفنا في الطابلو يعني الجدول ديال الدراسه راه خصك تكون شاد في فيه هذاك الشيء اللي غدير فيه المهم هنا كيعطوك جميع الشروط وبطبيعة الحال أنه هذه الزيارة السكشافية أشنا هي وبطبيعة الخريطة ديالها وهنايا النقاط والتنقيط فأنتم ما عليكم إلا أنكم تبعوا هذه الشروحات اللي عطيتكم وبطبيعة الحال تدخلوا لهنايا باش تنتخارطوا في هاد يعني هاد السايت الموقع وباش تشوفوا كاع المعلومات اللي كتطلبها وبطبيعة الحال راكم لازم تدليو بديك لينفيتاسيون ديال الموقع ديالهم أرى كل شي المعلومات هنا موجودة باش تقدروا تحصلوا على هاد الفرصة المجيء المانيطوبة بدون يعني ما يكون عندكم عقد عمل فانتوما حاولوا تدخلوا و وتستكشفوه هي بالفرنسية يا بالإنجليزية أو ترجموه للعربية ولكن راه سهل يعني هذه المعلومات كلها راه سهلة ماشي صعيبة